أنا حزين يا أستاذ عماد من قلبي ومتألم لكل ما قرأت. أهلا بالغالي وسط الغوالي، تعالى معرفك على الفاموليا. أبدأ خطة محكمة، ويمكن النهاردة كنا لسه في اجتماع منذ قليل مع السادة الوزراء المعنيين. مطاوع 9 ملي، مطاوع تاجر سلاح كامل دلوقتي. 3 دول يكلفوا كام؟ سايق كوكتيل، تاجر مخدرات، كوكايين وهروين وماكس. مش ماكس فراولة اللي بتحبه، ماكس حقن. هو في الاقتصاد هي الحكاية اختيارات، يعني احنا ما نقدرش ان احنا نخلق الوضع اللي احنا فيه. اختيارات لطيف نشال ومسوى سمعة العيلة اتفو. والله 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 الدنيا زي الفل. واخيرا وليس اخيرا جوهرة العيلة المافيا دون كورليوني بابا. ما تجيب حتة عم ماشي عم الناس اشقط دي ودلوقتي فليلا بينا. طب يلا بينا وقت الجد. خلي الرئيس السيسي يطلع يقول يا جماعة انا حسيب البلد دي واختاروا رئيس غيري. لا يمكن الشعب المصري ينسى ماذا فعله الرئيس السيسي من اجل مصر. هنتحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية. اسمها ايه اللي صفى دي؟ شركة الكهرباء. وانا اقول قلتها لي عالي. انتوا خدتوا قرار سيادة الوزير بزيادة تذاكر السكة الحديد. يا سلام يا سلام. والمترو ايضا ولا السكة الحديد فقط؟ لا والمترو طبعا ده غصب عني يا استاذ عمرو. طارق يا فيا يا بينا. العملة كانت رخيصة، الدولار كان رخيص نسبيا بالنسبة للعالم كله، ده كان الجنيه بيقوى على اليورو. يا اخي الشعب المصري ده عجيب. بعز نصيبه بيقعد يهرج. قلت تاني انه انا حزين لاني كنت احب الاستاذ عماد واثق في افكاره. ما وصلتش لسه. اوعى تفتكر ان الشعب المصري ده شعب غبي ولا عبيط ولا غيره، هذا شعب ذكي وواعي وفاهم كويس قوي. خير اللهم اجعله خير. الشعب ده عنده ثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي. بوزك هناك، دقنك فوق، كله فوق، ايوه فوق، يلا فوق. الاسعار عايزين تسيطروا عليها. الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. بجد اسمه كلام يا عالم، والله حرام. هم منتظرين الهدية دي بصراحة. لا ده مش هدية ولا حاجة، كله بالحساب يا حبيبي. واو 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 واو، اوعى تكون فاكر الفلوس اللي باخدها منك دي بحطها وديعة في الـ HSBC. لا لا، الإتاوة اللي بفرضها عليك دي لمصلحتك أولا. مصر هتبقى فوضى تاني 2020 30/6/20. احنا بنشوف حاجة، احنا لا مية ولا كهرباء ولا علاج. الفلوس حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. اهم حاجة في الدنيا معاك هتقدر تعمل وتأكل وتشرب وتبني، ما معاكش كله بيصب عندك يا كبير. دارك بقت سرايا وعواميد النور حواليها بتزغرد. يبقى قصور رئاسية. امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسية. خطة يا بلد بجر. وهعمل هي ليه؟ الكبير لازم يتزبط عشان يعرف يزبطكو، وانا بادي من عندي وقريب ان شاء الله هنزل عليكو. هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ اوعى البر خلي مكانك، لو عالشر فبلاش، عشان قبل ما خطة تفتح في بانك انا والجمد والتريل. ابنكم ان شاء الله شريف وامين ومخلص. ما الملعبي والاجرام مذهبي. استاذ عماد نعم نحن نؤلم من ازمه اقتصاديه. الى اللقاء، الى اللقاء في الافه القادم يا خرو. ولكن نحن دوله حققت معدلات مهمه في النمو، نحن دوله استطاعت ان تحقق انجازات كبيره على ارض الواقع. ما تيجي هذا زيتون افتح لك مشروع جديد بدل القديم اللي باظ ونسميه الحزن حزننا. حكشي ليه؟ رئيس الدولة يطلع في أكثر من مرة يقول لك اطمن. نبدأ بلقائكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم
الحصة خلصت وكان جبر وجبر الخواطر على الله. سلام يا صيح.